علميا الآن يبحثون عن علاج للاكتئاب. لماذا؟ البعد عن الله. فبدأوا يبحثون ووجدوا أن هناك طرق لم تكن تخطر ببالهم، أن الذي ينفق الأموال لمن يحتاجها يكون أكثر سعادة ممن يأخذ هذه الأموال. فسلوك الصدقة أو الإنفاق يعطيك كمية من هذه الهرمونات، هرمونات السعادة، أكبر ممن يأخذ المال. سبحان الله. فقالوا إذا أردت أن تتخلص من الاكتئاب، الخوف، القلق، الحزن، العلاج بسيط، أنفق ولو القليل من المال. الله تعالى ماذا قال؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، هذا في الآخرة، ولكن في الدنيا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربط بين الإنفاق وبين التخلص من الاكتئاب والحزن.